انطلاقا من الإجراءات الوقائية المتخذة للوقاية من فيروس كورونا، أكدت منظمة الصحة العالمية ضرورة الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس خلال فترة عيد الفطر المبارك. وطلبت المنظمة باتباع ما يصدر من إرشادات رسمية بشأن التجمعات الاجتماعية والدينية والتباعد البدني في ظل تفشي الفيروس. ويعتبر عيد الفطر المبارك هذا العام مختلفا عن غيره من الأعياد، نظرا لقدومه في ظل انتشار فيروس كورونا الذي حصد مئات الآلاف من الأرواح، حيث تتخذ العديد من الدول مجموعة من الإجراءات الاحترازية للحد منه. وفي هذا الإطار تواصل وزارة الصحة رفع استعداداتها بجميع المحافظات ومتابعة الموقف أولا بأول بشأن فيروس كورونا، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية. وفي ظل هذه الأجواء أكد استشاري العلاقات الأسرية أهمية التفكير بشكل إيجابي بشأن الاحتفال بالعيد، وذلك من خلال التواصل مع الأهل والأقارب عبر شبكات التواصل الاجتماعي ومشاركتهم مظاهر العيد. وفي نفس الوقت شدد البعض على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي فرضتها الدولة لحماية صحة وسلامة السكان من فيروس كورونا. وأشار آخرون إلى أن عادات وتقاليد العيد اختفت للمرة الأولى، إذ أن التباعد الجسدي والإجراءات الصحية أديا لإلغاء الزيارات الأسرية واقتصار تبادل التهاني على المكالمات الهاتفية وعبر الإنترنت. وقال علماء الاجتماع إن ثقافة التعامل مع فيروس كورونا ستؤدي إلى اختفاء العادات والتقاليد تدريجيا من الحياة الاجتماعية بسبب التعايش الإلزامي مع قضية التباعد الجسدي للحد من انتشار الفيروس. أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام، أولى حوارات من القاهرة. ما زلنا مع حضراتكم بنتكلم عن الإجراءات الاحترازية، عن أهمية الوعي، عن أهمية الانضباط. طبعا حضراتكم شايفين الأرقام بدأت في زيادة، البعض من جانب التحليل بيشوف أن دي مرحلة الذروة، البعض الآخر بيشوف هل دي مرحلة الذروة ولا لسه، يعني في تحليلات مختلفة من الأرقام من النسب والبيانات بتقول أن احنا محتاجين خلال الفترة الجاية نكون في منتهى الحذر، لأن احنا داخلين على مرحلة محتاجة نوع من الحزم، لا كده ولا كده. هيكون معنا في هذا الحوار لمزيد من الأرقام والتحليل كمان الدكتور محمود عبد المجيد مدير مستشفى الصدر بالعباسية سابقا. دكتور منورني وشكرا لتشريفك، وكل سنة وحضرتك بخير. سلام طيبين، طبعا بتعملوا في ظل العيد كلنا طيبين كلنا، وطبعا بنهني الناس المشاهدين بالعيد، كل سنة وحضرتك طيبين وربنا. كل سنة وحضرتك طيب يا فندم، وإن شاء الله عيد الجاي نكون انتهينا من هذا الوباء بإذن الله. الحالة العامة حضرتك شايفها ازاي يا دكتور؟ احنا التقينا في أكثر من مرة وكل مرة كنا بنقدم تحليل الواقع، النهاردة حضرتك شايف ايه؟ هي طبعا زي ما حضرتك قلت الأعداد بتزيد، وأعتقد إن احنا بنوصل للذروة دلوقتي. الذروة دي بقى هتستمر قد ايه؟ وهتقل امتى؟ ده هيبان من الأرقام. لكن الأرقام زايدة، والمعلومات اللي عندي سواء عن زمايلي اللي في المستشفيات، اسمح لي ان انا يعني واحنا بنتكلم برضو انا وحضرتك كده، ده انا مهم جدا، انا عايز اسمع الكلام ده والساده المشاهدين بكل تاكيد اكيد عايزين يسمعوه. يعني احنا برضو قاعدين مستريحين وبرضو بنعيد صحيح تمام وبناكل، وفي زمايل لينا اطباء وممرضات وعمال وامن وفنيين اشعه وفنيين معامل وصيادله، مش عايز انسى حد منهم، دلوقتي موجودين واحنا بنتكلم دلوقتي سهرانين قاعدين بيواجهوا اعداد كبيره جدا من المرضى او المشتبهين، وبياخدوا فترات طويله وبعد كده بيتعرضوا للعدوى وبيعودوا لبيوتهم في الاخر. برضو وفي ناس بيتوفى الله، يعني برضو رغم هذا المجهود الكبير، يعني طبعا ناس بيصابوا وناس بيتوفوا، بنرجو لهم الرحمه يا رب، وندعو لاهلهم بالصبر وبندعو الأهل وبنقدم لهم الحقيقة كمان فرصة. أن سيادتك موجود معنا كل التحية والتقدير، ويمكن أبلغ دليل الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه مسؤولي الصحة في المحافظات اليوم بزيارة كل أسر شهداء الجيش الأبيض وتقديم الدعم الكامل ليهم، ده تقدير من أعلى سلطة في البلد لهذا المجهود الكبير جدا اللي الحقيقة فعلا يستحق كل التقدير والعرفان. وعايزين يعني طبعا تقدير الناس كلها تقدر هذا الجهد كله، زي الدولة ما بتقدره ويعذره
يعذروا حتى لو في بعض التقصير نتيجة الأعداد الضخمة اللي حصلت في العالم كله. صحيح. وأدت لبعض الكسور. كمان هم بشر يعني، الناس بتتعب زينا زي أي حد، تحت أي ضغط بيكون ضغط يعني عصبي وضغط بدني. ضغط يعني الضغط العصبي، يعني أنا عصرت أنفلونزا الطيور وأنفلونزا الخنازير كان فيها ضغط بدني، لكن الوقت فيه ضغط عصبي ونفسي لأنه العدوى شديدة جدا، فهو متعرض للعدوى وهو بيكشف وبيعرض أهله للعدوى، فدي بيبقى يعني خايف على المريض وخايف على نفسه وخايف على أهله. فدي كلها بتعمل ضغوط عليه كبيرة جدا، لازم نحتملها ولازم نتفهمها كلنا، ونحاول نساعد الناس اللي بيشتغلوا دلوقتي بأننا نحافظ على نفسنا زي ما حضرتك قلت، ونحاول أن احنا نطبق محاذير التباعد الاجتماعي، وخصوصا أن العيد طبعا السنة دي أرجو أن ما بقاش فيه أي زيارات بين الأقارب وبين المعارف، ونكتفي الحمد لله إحنا كان أيامنا ما كانش فيه الواتساب ولا كان فيه الصور ولا كان فيه الموبايلات السريعة، إحنا ممكن نتواصل عن طريق التليفونات الموبايلات وعن طريق الواتساب، ونبلغ ونجيب هدايا برضو عن طريق الدليفري بالنسبة لحبايبنا، والعيدية ممكن تبقى دليفري، وكل شيء ممكن يبقى صحيح. صحيح. احنا وصلنا زي ما حضرتك بتقول، انا شايف ان احنا وصلنا تقريبا للذروه. الذروه دي ما نعرفش هتستمر قد ايه، اللي هيبان من الارقام هيبان من الارقام. لو ابتدت الارقام تستقر اولا، يعني هي تعتبر مستقره عدد الحالات، انا يومين 3 4 كده تقريبا فوق 700 مصاب. فلو استقرت الاعداد على هذا الوضع لمده اسبوعين ممكن تبتدي تنزل. انا بقول اسبوعين مش اقل من كده، مش أقل من كده. يعني توصيات وزارة الصحة العالمية وتوصيات وزارة الصحة في المرحلة الأولى اللي معمولة، إن هي لازم يبقى في استقرار لمدة أسبوعين في الأرقام عشان نتأكد. تعرف حضرتك في دول بعد ما عملت تخفيف وبتاع رجعوا تاني، رجعت تاني. فإحنا مش عايزين يعني مش عايزين نتعرض لهذه التكلفة خالص. نرجو ذلك. طيب يا دكتور، انت عارف طبعا، شفت حضرتك اخر اسبوع في رمضان ويمكن تقريبا طول الشهر كان عندنا يعني احنا عمالين نتكلم وسيادتك واحنا وكل الناس، ومع ذلك كان في زحمه في كل مكان، وهم دول المصريين في الزحمه والكعك والملابس وما الى ذلك. عندنا دلوقتي اسبوع تقريبا الدوله خدت بكل الاجراءات الاحترازيه والحظر من الساعه 5، ويعني غلق كل المواصلات العامه والمترو والسكك الحديديه وما الى ذلك. الى اي مدى في تقديرك ممكن الفتره دي يكون ليها نتائج ايجابيه، وهل النتائج هتبان مع نهاية الأسبوع ولا بعد ما ينتهي الأسبوع؟ طبعا هيبقى لها نتائج كويسة. طبعا مفيش شك هيبقى فيها نتائج. بعد أسبوع هتبتدي تقل طبعا، هتبتدي الأعداد تقل، وبعد الأسبوع الثاني هتقل أكتر أنا متوقع، بس إحنا عايزين الحظر اللي هو من الساعة 5 يطبق بكل حزم. لا هو مطبق فعلا. لو حضرتك جاي النهاردة تعظيم سلام لرجال الشرطة والقوات المسلحة، يعني تطبيق صارم. وفي الصبح فترة اللي هي الناس تروح الشواطئ أو تروح الكورنيش، لا هو الكلام ده كله أكيد مش هيبقى مقبول بأي حال من الأحوال، لازم يطبق. يعني أنا لسه قاري خبر يمكن قبل ما أجي دلوقتي إنه الشرطة بتحقق مع رئيس النمسا لأنه قعد زيادة عن ميعاد الحظر. فقانون بيطبق على أكبر، على الكل، على الجميع. لا وفي مصر كمان يا دكتور أكيد أكيد يعني قطعا قولا واحدا، يعني لأنه في أي حضرتك بتقول الشعب المصري، لا الشعوب كلها تحب الحرية وتحب يعني تحب الحركة. كمان يا دكتور في آخر أسبوع في رمضان كان عندنا يعني مش لازم كحك الناس تقف عليه طوابير، يعني يا دكتور طبعًا. بالمشهد الرهيب اللي شفناه طبعًا. ده الناس واقفة في المحلات بتدور وفي المولات بتشتري، يعني حاجات برضو يعني شفت في أسبانيا أيمين مظاهرات في مظاهرات ضد الحظر، ضد الحظر في أمريكا، وكمان في أمريكا في بعض الولايات الأمريكية. ألمانيا أيمة مظاهرات ضد الحظر، هي دي طبيعة الشعوب. يعني زي ما حضرتك بتقول الحرية، وبعدين يعني لازم نبقى برضو متفاهمين إنه فترة الحجر يعني طولت الناس ضد الطبيعة البشرية، ضد الطبيعة البشرية، وإحنا في فترة أعياد. فمش عايزين يعني زي ما بيقولوا جلد الذات على الشعب المصري، لا هو شعب زي بقية الشعوب، بس يجب أن يطبق القانون بكل حسم على الكبير والصغير. هو ده اللي بيخلي الناس تلتزم وتحس بال يعني بينتقدوا الرئيس الامريكي لانه مش بيلتزم، والرئيس البرازيلي لانه مش بيلتزم، فده احنا طبعا الدوله عندنا بنشوفهم كل المسؤولين مطبقين على نفسهم، لابسين الكمامات والتباعد وهذا الكلام، بيشوفوا المواطن وبيتعلم منه، انما لما بيشوف فيه تراخي بيبقى فيه تراخي. غير لازم انه اعتقد من اول الشهر هيبقى فيه ارتداء الكمامه، عدم الارتداء عليه غرامة، يجب أن تطبق فوريا
ويعني هيبقى في يعني الناس اللي على التزاحم على البنوك وعلى التزاحم على المحل والحاجات دي لن يسمح بهذا الكلام، وهيبقى في قياس للحراره وفرز للناس قبل ما تخش، كل ده هيساهم في تقليل عدد الحالات. وخلينا نبتدي ننزل تاني عن المنحنى اللي ابتدى يتصاعد. معرفش حضرتك سمعتني من شويه قبل ما نخش في الحوار، كنت بكلم احد الاطباء المحترمين مدير مستشفى العزل بالباكور، فكان بيكلمني ان يعني في تطور في بروتوكول العلاج المطبق في المستشفيات العزل باستمرار، وقال لي ان الفيروس بيصيب الاوعيه الدمويه في الجسم وعلى راسها الاوعيه الدمويه المتعلقه بالرئه بشكل خاص، فابتدوا يحدثوا من بروتوكول العلاج ويدوا ادويه متعلقه باذابه الجلطات وما الى ذلك. التطور المتعلق في بروتوكول العلاج ومتابعه حضرتك لهذا الامر في مصر؟ احنا متابعين كل التطورات في العالم. يعني احنا احدث العالم كله بقى قريه صغيره وبينقل الاخبار من والادويه دي موجوده عندنا من زمان، عندنا ادويه مذيبات الجلطات ورخيصه كمان الحمد لله وبتنتج في مصر يعني. طبعا كليكسان وادويه الاسبرين اللي بتتاخد، وطبعا غير المضادات المعروفه زي الكلوروكوين واللي هو بتاخد الملاريا، والزيسترومايسين زيستروماكس موجود بوفره، والتاميفلو موجود في المستشفيات، ويعني نرجو يبقى موجود برضو يعني في الصيدليات. هي الادويه موجوده وبيطبق هذه وبنطور العلاج باستمرار. طبعا مذيبات الجلطات ده الكلام ده اتقال، وفي كمان علاج بالبلازما بيطبق، واعتقد انه مطبق في مصر برضو، بيطبق على بعض الحالات في مصر. والدواء الجديد المشهور اللي هو الريدمسفير برضه بيستخدم في بعض المستشفيات الجامعيه كنوع على بعض المرضى، بس هو احنا نقول انه هذه الادويه لسه لم يثبت فعاليتها 100%. يعني هي كلها ما نقدرش نحكم على التجربه، هي اجتهادات ومحاوله، يعني محاوله انقاذ ما يمكن انقاذه بالنسبه كده. للحالات اللي هي بتكون صعبه يعني انت محتاج تشوف الحالات بعد كده، تشوف كم حاله كان عندها التهاب رئوي زي ما سمع حضرتك في التقرير قبل، التهاب رئوي في الاشعه، كم حاله من دول استجابوا ده، وفي واحد ما كانش عنده التهاب رئوي، هل الاستجابه دي سبب ان هو ما كانش عنده التهاب رئوي؟ هل الدواء اللي هو استخدم الجديد ده هو السبب ولا الادويه اللي وياه؟ دي محتاجه عدد كبير من المرضى. صحيح، عشان كده ما نقدرش نقول كلام دقيق جدا عن هذه العلاجات، لكن الملاحظات الموجوده بتاعت دكاترتنا واطبائنا الهايلين اللي متابعين على النت ومتابعين مع اساتذتنا اللجنه العلميه في وزاره الصحه لاحدث طرق العلاج بيطبقوها فورا وما بيتاخروش، علشان ده مش وقت التاخير في العلاج. طول الوقت بنتكلم مع المصريين عن أهمية الإجراءات الاحترازية المتعلقة بالتباعد الاجتماعي، المتعلقة بالكمامات. يمكن في فترة من الفترات كنا بنتكلم على الكمامات اللي هي ضرورة ارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة فقط، لكن مع زيادة الحالات ابتدى القلق عند الناس يزيد، وبالتالي ضرورات لبس الكمامة أصبحت مختلفة بشكل أو بآخر. الجانب العلمي الطبي حضرتك بتقول إيه في هذا الإطار؟ إزاي بينتقل هذا المرض؟ بينتقل عن طريق الشخص المصاب للشخص السليم. إيه وسيلة الانتقال؟ الجهاز التنفسي من الشخص المصاب بيطلع الفيروس عن طريق الرذاذ، وممكن يطلع عن طريق العطس أو الكحة أو حتى الكلام. فعشان كده لازم يبقى الاثنين اللي بيتكلموا مع بعض في مسافة بينهم، ويبقوا لابسين كمامات. ده بيقلل بكتير جدا من العدوى. وموجود طبعا عندنا اماكن كتيره اللي فيها بعد ما يخلص الحظر وسائل النقل، المترو، الميكروباصات، بعد ما تفتح اجازه العيد المحال التجاريه والمولات والبنوك، لازم كل الموظف اللي موجود يبقى لابس ماسك، والعميل يبقى لابس ماسك عند الدخول وعند الخروج. الماسكات اعتقد ان الدوله هتوفرها، وده ضروري جدا. يعني هي برضو الدولة ما فرضتش غرامات أو ما طبقتش الغرامات إلا بعد توفير الكمامات. يعني أعتقد أن آخر الأسبوع هتوفر كمامات اللي هي القماش اللي هي بيتم غسلها واستعمالها مرة واحدة، استعمالها مرة تانية عن طريق الغلي فوق درجة 60 درجة والمنظفات المطهرات. فدي يعني هتوفر على الناس، بس لازم الكل يبقى لابسها. وأنا بقول للناس، أنا شخصيا كطبيب وبرغم كنت طبيب امراض صدريه ما كنتش بلبس كمامه، واول ما لبستها اتضايقت، عشان بس الناس ما نقولش للناس الموضوع بسيط، الموضوع برضه محتاج تحمل. هو في الاول انت بتحس بصعوبه وانت لابسها، خاصه لو الجو حر، فابتدي بقى انت تبقى مخنوق فعلا، بس بعد شويه تعود عليها.
متعود، ولو حسيت ان رائحتها اتغيرت او اتبلت يجب ان انت تغيرها. طبعا استخدام الكمامه بناكد عليه ان هو الكمامه تتمسك من الاطراف وتتحط على الفم، الجزء الغامق يبقى في الوجه، احسن حاجه كمامات جراحيه الجزء الغامق فيه بيبقى فيها من فوق الكمامه بيبقى فيها جزء سلك او زي دعامه كده، دعامه الدعامه دي هي اللي تبقى لفوق وتبقى دايما مثبته ويبقى من اول الانف لغايه تحت الذقن من ورا الاذن، ولما اجي اخلعها اخلعها من ورا وارميها في سله القمامه واقفل عليها طبعا من غير ما المس وجهها تاني يعني من نشي الوجه. طب يا دكتور، هي في بعض الوظائف اللي زينا كده، يعني انا علشان ابتدي اقدم البرنامج فلو حتى لابس كمامه في الاستوديو لازم بقى، يعني هل ينفع ان الواحد يخلع الكمامه ويلبسها تاني وما الى ذلك؟ اذا كانت الكمامه يعني ما استعملتهاش مده طويله ممكن لكن لو استعملتها كذا مده وقت طويل يعني اكثر من 4 ساعات لا يجب استبدالها على طول، تغييرها. وطبعا تغييرها لما بتيجي تلبسها مره تانية ممكن تحطها بطريقه من غير ما تلمس برضو وجهها وكده، وتحطها في مكان او في جيبك او كده وترجع تمسكها تاني من الطرف بتاعها. طيب نصائح حضرتك للمصريين اللي بنأكد عليها كل مرة المتعلقة بالتباعد الاجتماعي، المتعلقة بالأعراض، المتعلقة بأن الإنسان إزاي يلحق نفسه بدري لا قدر الله حصل عنده أي نوع من الإصابة أو الاشتباه فيها؟ زي ما حضرتك بتقول مهم جدا أن احنا بلاش زيارات العيد هذه السنة، والعيد الكبير جاي إن شاء الله تكون راحة الأزمة ونقدر نتزور ونزور بعض. لجوء الاتصالات التليفونية والحاجات دي ضرورية جدا. لازم أي ظهور أعراض لازم نستشير الطبيب اللي احنا نعرفه، سواء طبيب قريب مننا أو خط 105 أو دلوقتي المستشفيات كتير، دلوقتي وزارة الصحة بقت المستشفيات كلها تقريبا بقت تشتغل، بروح بالكمامة بروح للمستشفى والأعراض اللي احنا بنقول عليها دايما هي ارتفاع درجة الحرارة، أو ممكن ما يكونش في ارتفاع برضو درجة الحرارة، لكن لو في التهاب في الحلق وسعال شديد، سعال متكرر طول اليوم مع صعوبة في التنفس وألام في الجسم، دي أعراض يجب فقدان حاسة الشم، يعني برضو في بعض الأعراض كده والتذوق حاسة الشم وحاسة التذوق، بس دي بتبقى أعراض دي في الأول خالص يعني دي في الأول ما نقلقش يعني دي كلها يعني ممكن يعدي منها عشان ممكن بس ان الكلام يكون ممكن بالنسبه لنا ممكن طبعا تعدي من غير ما يعني تحتاج انك تروح مستشفى او لدكتور يعني كده بالظبط، لكن الاعراض المهمه جدا هي ارتفاع درجه الحراره دي اللي بتكون خطر بقى دخلت في مرحله وعدم نزولها وصعوبه التنفس. صعوبه التنفس دي علامه مهمه جدا جدا، ودي بنحتاج ان احنا نعمل اشعه مقطعيه، وممكن الاشعه المقطعيه على فكره تتعمل في مراكز اشعه بتعملها، وممكن تبعتها بالواتساب لخط 105 او تبعتها للاطباء اللي انت تعرفهم، وانا شخصيا بشوف اشعاعات كتير جدا على الواتساب وبنقدر نوجه المريض طبقا للاشعه دي بدون اللجوء للمستشفى، انما لو كان في صعوبه في التنفس يجب التوجه للمستشفى. كمان يا دكتور في بعض الناس الحقيقه كتير جدا بتسال هو اي موجه وبائيه بيكون يعني هي من الكلمه واضحه بتعلى وبعد كده تنزل. بعض الناس بيسالك طب امتى بقى الموضوع ده ينتهي؟ امتى بقى يعني يكون عند طول. وعلى مستوى العالم شايفين ان في دول بدات تفتح وما الى ذلك يعني. الناس اللي بدات تفتح القمه بتبدا تنزل القمه بتاعت المنحنى ابتدت تنزل ونسبه الوفيات ابتدت تقل في ايطاليا وفي اسبانيا وحتى في امريكا، فابتدوا يفتحوا بناء على، واحنا اعتقد ان احنا هنبقى نفس الاسم، مش هنقدر نفتح الا بعد ما نطمئن. امتى تنتهي هذه الموجه؟ انا اعتقد ان احنا قربنا من القمه، ويعني اعتقد في خلال اسبوعين هنبتدي الانخفاض تاني، ارجو ذلك وادعو الله ان تكون في خلال اسبوعين انها تبتدي تقل تاني، فاحنا نصبر اسبوعين كمان بالتباعد الاجتماعي ونصبر على موضوع غسيل الايدين وموضوع الاجراءات الصحيه اللي احنا المفروض نعملها علشان ما حدش يصاب، وربنا يسلم ويشفي الجميع يا رب ان شاء الله. هايل يا دكتور، بشكر حضرتك مره ثانيه، بشكرك لتشريفك لينا. كل سنه وحضرتك بكل خير. بشكرك يا دكتور محمود عبد المجيد مدير مستشفى الصدر بالعباسيه سابقا، شكرا جزيلا نورتني في هذا الحوار. شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، عندنا حوار ثاني بنتكلم فيه مع حضراتكم عن مسلسل الاختيار، وكيف استطاعت الحقيقه القوه الناعمه المصريه من جديد وبعد غياب لفتره طويله ان تجسد لأرض
أروع معاني البطولات المصرية من الشهداء الأبرار اللي ضحوا بأرواحهم من أجل أن نحيا جميعا. يكون معنا في هذا الحوار الدكتور محمد نبيل وكيل وزارة الثقافة. أما الآن أنتقل مع حضراتكم إلى موجز الأنباء سريعا مع زميلة دينا أبو الفتوح، بعدها نتواصل في هذا الحوار، ابقوا معنا.